طيب المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي المستشار المهندس سامح علي كامل هنشوف تحدث عقب هذا الافتتاح عن الرؤية الهندسية وعن تفاصيل هذا المشروع. من اسعد لحظات المشاريع اللي افتتحتها مشروع جراش، لان انا من 92 مع افتتاح النادي انا بستلم الارض مع النادي من بدايتها، كان حلم الجراش ده شغالين فيه من 92. ما اتحققش غير الدوره دي، وكان ليا الحظ والشرف ان انا احضر الافتتاح دوت. احنا تعبنا كتير جدا في المشروع دوت، المشروع ده رغم يبان ان هو سهل ومجرد جراش لا الموضوع كان صعب جدا، لان الصور اللي اتعرضت قدامكم الارض كان فيها مرتفعات جامده جدا، كانت الموضوع كان صعب قوي. الاصعب منه اللي كابتن محمود اتكلم عليه الموافقات. الموافقات كانت صعبه جدا جدا جدا. الحمد لله ربنا كرم، احنا جبنا الموافقات وقدرنا نطلع بالمنظر ده. هو مش موضوع جراش، هو لو خدت بالك هو روح النادي الاهلي. ونفس الروح اللي بداناها من 3 سنين وانتم بتسجلوا معانا من اول ما فتحناه صاله الكاراتيه في اهل الجزيره، نفس اللون الاحمر اللون الرمادي، واخدين نفس الروح دي ماشيين بيها. الحمد لله اخراج الموضوع طلع حلو جدا. في حاجات فنيه مش باينه قدامكم، الجراج مؤمن بالكامل وليه روح كنترول بره، كل مكان في الجراج في كاميرا جايباه ومرصداه ومسجلاه. التامين الدخول استعنا بكلاب حراسه ليها بتتعامل مع دخول السيارات، فالموضوع مش مجرد جراج عربيه داخل عربيه خارج، لا موضوع كبير قوي. بس الحمد لله مشروع وعدى وخلص وفتحناه. وهتسالني ايه اللي جاي؟ اللي جاي الشيخ زايد ان شاء الله ربنا يكرمنا قريب قوي، هتلاقي الشيخ زايد يعني قريب قوي بنفتح مجمع الصالات الاسكواش والجمباز والكاراتيه، تجمع ماشيين فيه كويس جدا. عندي مشروع تاني انت مشروعه الجراج هنا هنفتحه كمان شهرين، اللي هي اماكن زار للاعضاء، جلوس الاعضاء، 4 ملاعب بادل، تويلتس، خدمات للاعضاء في دار حمام السباحه. كده مدينه نصر بالكامل تقريبا قفل، فخلاص ما حدش ينفع نتكلم. في حاجات اصلا لم تكن موجوده في برنامج عائله النادي الاهلي اضيفت. حضرتك ان لو نرجع للبرنامج نراجعه هتلاقي ان اللي تنفذ البرنامج خلص، واحنا عاملين نزود. ده مش على فكره احنا مش بنزود من السنه دي، ده احنا بنزود من نص السنه اللي فاتت. الامور عماله بتزيد، انت كل ما بتلاقي العضو محتاج حاجه انت تمشي معاه. خدمات العضو هو ده الاساس. الاسوار دي ما كانتش موجوده معانا، البوابات ما كانتش موجوده معانا. انك انت كده خلصت النادي الجزيره ومدينه نصر بالكامل، سورم خلص، بوابه خلصت، مدرج التتش طبعا انت اكيد مسجل عليه، احنا خلصنا هدم المدرج، هنبدا الاسبوع الجاي المكان بتاعه جلوس اعضاء. بص الموضوع يعني ايه، مش هنلحق نخلص فيه، قدامنا 3 شهور عشان نقفل ان شاء الله الدوره. انت كلمتك كابتن محمود مجلس اداره اللي بشكرهم جدا بصراحه، مش هنحق كل الدعم الفني والمالي والنفسي بصراحه، لولا القصه دي احنا مش هنكوناش نقدر نقف الوقفه دي. يعني مؤكد ان المهندس سامي علي كامل وهو بطل دولي في الكره الطائره في النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولكن ايضا مهندس نابه، واعتقد انه بيوافقني انه محظوظ انه جه في هذه اللحظه التاريخيه ليكون مسؤول وشريك في كل هذه الانجازات الرائعه، وان اسمه يرتبط بيها. السرد اللي قاله برضه سرد يسعدك. انت لما تيجي كده لو انت عضو في مدينه نصر ممكن ناس يقول لك ما اسعدك ايها العضو، لكن لما يجي يقول لك انقل بقى على الشيخ زايد من الاسبوع الجاي ولا الفتره القريبه القادمه هتشوف الشيخ زايد واللي بيحصل فيه والتطورات. مش عايز انت للشيخ زايد. الشيخ زايد ده قصه، لان ده دي مساحه مهوله ضعف اي حاجه، يعني 130 فدان. صحيح. انت ما خدتش تلتها. صحيح. و و و ويبقى الجزيره، هتقول لي طب والجزيره دي هتعمل فيه اللي قد كده؟ ما هو النهارده انتهى، شيلنا المدرجات اللي كان القديمه اللي كانت عامله بارير او حاجز يحول دون امتداد الرؤيه، ويحول ان المساحه دي هتستخدم ايضا لصالح الاعضاء. وبعدين مساله ان يبان الجراج كده فكره هندسيه بسيطه، لا التفاصيل اللي بيقول لك عليها، التأمين، الأسوار، ما كل دي فلوس يا جماعة، كل كلمة من دي فلوس. أعتقد فلوس اتصرفت وفلوس هتيجي. ولسه بقى الجون بقى الكبير، القاضية ممكن بتاع التجمع. إن شاء الله القاضية ممكن.